ما هو اكبر دليل بقى على الكلام اللي انت بتقوله ده يا محمد، ان مين اصلا بيعين الحكام؟ ما هي المجموعه دي. لا مجموعه ايه؟ هم اتنين بس، كابتن عصام فتاح والكابتن احمد ابو العيله رئيس اللجنه ومدير اللجنه. بالظبط. هل في اي لجنه في العالم بيبقى عندهم اتنين بس هم اللي يعينوا الحكام في كل الماتشات في الدوري؟ لا، اقل تقدير 6-7 من اعضاء اللجنه هم اللي لازم يعينوا الحكام، مش اتنين بس هم اللي يبقوا متحكمين في تعيين الحكام. النقطه الثانيه بقى واللي غيظاني قوي يا محمد، نفسي مره اشوف الكابتن عصام عبد الفتاح بيعترف بالاخطاء. هو ليه ما بيعترفش؟ ما في حاجات واضحه وضوح الشمس مش محتاجه اصلا ان اتنين يتناقشوا عليها. يطلع في الفضائيات يقول لك ايه؟ يقول لك ما فيش، لا مش ضربه جزاء، لا 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 مش طرد، لا مش ما هو مش كده يا كابتن عصام. يعني انت بتدافع عن الحكام في الباطل، بتدافع عن حكامك في الباطل. طب هم هيتعلموا ازاي؟ هيعرفوا اخطائهم ازاي؟ هيخافوا يغلطوا ازاي؟ على اليوتيوب. على اليوتيوب. على اليوتيوب. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يا محمد، هنعمل القراءه على اليوتيوب نحلل فيها اداء الحكام. انت عارف المشكله في ايه؟ هو بيحاول يصدر للناس حاجه مش واقعيه. معسكرات؟ مفيش معسكرات بتتعمل. هو كل اللي بيعمله ايه يا جماعه عشان تبقوا عارفين كده والامور تبقى واضحه لحضراتكم بالراحه وبتفاصيل كتير جدا؟ كل 3 اسابيع بالظبط، كل 3 اسابيع بيبقى فيه مراجعه لحالات الفار، مراجعه لحالات الفار ومحاضره رغي كده 2 ساعة بس. ده اللي بيحصل من الكابتن عصام عبد الفتاح مع حكامه اللي بيعينهم في الماتشات. هل في مثلا توجيهات معينه؟ هل في مثلا حالات معينه يقدر يقف عندها؟ لا، هو بيتكلم في حالات الفار اللي هي المفروض ان انت عندك اصلا بعض حكام الساحه مش قادرين ان هم يقوموا بدورهم الطبيعي جوه الملعب، فانت بتتكلم في الفار بس. طب لا، ليه ما بيبقاش في تطرق للجوانب الفنيه الاخرى بتتعلق بالتحكيم؟ لحد امتى هيفضل مستوى التحكيم المصري كده؟ لا، هو كمان مش عاجبه تحليل خبراء التحكيم في القنوات الفضائيه، بيقول لك دايما محتاجين نعمل لهم يعني كورسات او محاضرات او ياخدوا رخصه ان هم يطلعوا يحللوا. يعني انا مش قادر اتخيل كابتن ناصر عباس محاضر في الاتحاد الافريقي ومحاضر في الاتحاد المصري، كابتن احمد الشناوي محاضر دولي، كابتن جمال الغندور محاضر دولي وكان رئيس لجنه وحكم كاس عالم مرتين قبل كده. يعني راجل، ناس عندها تاريخ، ناس كبيره، ناس حكمت ماتشات افريقيه كبيره. فانا مش عارف ازاي برضو نطلع نقول ان الحكام اللي بيطلعوا يحللوا الاداء التحكيمي محتاجين رخصه او محاضرات عشان نسمح لهم ان هم يحللوا الاداء التحكيمي. كمان نعمل قناه على اليوتيوب عشان نطور اداء الحكام. قناه على اليوتيوب ايه؟ احنا كده بنشتغل بقى شغل تجاري، مش بنشتغل شغل فني. يعني ده شغل تجاري يعني. لكن حاجه غريبه جدا.